يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قنوات الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. أكيد حلقة هتكون هامة ومليئة بالعديد من الأمور اللي بتهم كل أعضاء وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. عندنا أشياء كتير النهاردة إن شاء الله هنتكلم عليها، لكن قبل ما نخش في حلقة النهاردة، يعني بصراحة امبارح كان في لقاء هام جدا لمستر باتريس كارتيرون هنا في قناة النادي الأهلي، وبالتحديد في برنامج الأهلي الليلة مع زميلي العزيز إيهاب الخطيب، ويمكن كان لقاء أكثر من رائع، وكان في اهتمام كبير جدا من كل الصحف والمواقع بهذا اللقاء، وكان كلام مهم جدا من مستر باتريس كارتيرون اللي أعتقد من خلال طبعا لقاء امبارح هنا في قناة النادي الأهلي خلاص بقى في تواصل كبير جدا. جمهور النادي الأهلي فهم فكر الراجل، فهم ان الراجل ازاي شايف أهمية وجوده في النادي الأهلي. بالنسبة له هو ان هو بيمرن فريق كبير جدا في أفريقيا، وعلى حد وصفه كمان في العالم، ويمكن قارنه كمان ببرشلونة وفرق عالمية كتير، وده احنا طبعا عارفينه بكل تأكيد، لكن اكيد كان حوار مميز جدا. خليني سريعا كده اقول لكم ابرز العناوين اللي اتخذت من حوار مستر باتريس كارتيرون امبارح هنا في قناة الأهلي. خلينا نبتدي بالشروق. يمكن مستر كارتيرون قال الحظ غاب عن الفراعنة بكأس العالم، كمان هو اتكلم طبعا عن منتخب مصر في كأس العالم والظروف اللي قابلت المنتخب سواء بإصابة صلاح أو بعض الأمور المختلفة. أيضا كارتيرون في اليوم السابع واخدين عنوان وقالوا إن كارتيرون قال الأهلي مثل برشلونة وكنت أخشى مواجهته قبل تدريبه، يعني الراجل أكيد كان بيبقى عامل 100 حساب للنادي الأهلي لما كان ماسك تي بي مازيمبي أو حتى وادي دجلة هنا في الدوري المصري. أيضا في الأهرام سبورت كارتيرون اخترت الأهلي بقلبي وكان من الصعب رفضه. أيضا في الجول كارتيرون الخطيب لا يتدخل في عملي على الإطلاق، وده طبعا احنا متعودين عليه من إدارة النادي الأهلي، وقال إن الإدارة هي المسؤولة للإعلان عن التدعيمات الهامة. بس طبعا بكل تأكيد مستر باتريس كارتيرون بيبقى ليه بعض التطلبات الهامة بخصوص التدعيمات، ومن خلالها بيقدمها لمجلس الإدارة ولجنة الكرة، زي ما احنا عارفين في سيستم معين بيمشي من خلاله النادي الأهلي، والراجل واضح إن هو عارف السيستم ده بشكل جيد جدا. أيضا في موقع يلا كورة كارتيرون صلاح محسن جوهرة وأكرم استثنائي، لست ساحرا ويجب استغلال الفرصة. طبعا ايضا تصريح مهم بخصوص بعض اللاعبين الصاعدين والمهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا في الوطن سبورت كارتيرون قال انفصلت عن زوجتي وتزوجت كره القدم، يعني كمان اتكلمنا في بعض الامور الشخصيه الخاصه بمستر باتريس كارتيرون من خلال طبعا حوار كان اكثر من رائع وخد صدى واسع جدا من خلال زميلي العزيز طبعا الاستاذ ايهاب الخطيب اللي اكيد ادار الحوار بشكل اكثر من رائع. ايضا في جزئيه تانية عايزين نتكلم فيها وهي خاصه بلائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين دلوقتي الفتره دي، وزي ما كل جمهور النادي الاهلي متابع بكل تاكيد الفتره دي، في مشروع للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. احنا عارفين الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كان بيمشي او حتى اللحظه دي بيمشي باللائحه الاسترشاديه، بالتالي مجلس اداره النادي الاهلي عمل على ايجاد لائحه خاصه بالنادي الاهلي يمشي من خلالها فترات عديده ومديده ان شاء الله. بس الجميل في القصه دي ان مجلس اداره النادي الاهلي مش اختار لائحه وحط لائحه على بالشكل اللي هو شايفه صح واعرضها على الناس، يلا يا جماعه تعالوا صوتوا على اللائحه يوم 28 سبتمبر. لا، الافضل والجميل جدا واللفته اللي يمكن اول مره تحصل، وزي ما احنا عارفين النادي الاهلي دايما صفباق في كل شيء، تم عرض هذه اللائحه او مشروع اللائحه، هي حتى الان مشروع للائحه للنقاش مع اعضاء النادي الاهلي. لا، مش كمان اعضاء النادي الاهلي، ده كل جمهور النادي الاهلي، كل الشخصيات العامه وكبار الصحفيين والاعلاميين، وده شيء مهم جدا 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 وتفكير اكثر من رائع من مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يفكروا بالشكل ده ويكون في حوار مجتمعي حول لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. النادي الاهلي مش ملك حد، النادي الاهلي ملك جمهوره كله وملك كل المصريين، فبالتالي كان شيء مهم وخطوه رائعه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وكمان التواصل مع اعضاء النادي الاهلي من خلال بريد الكتروني. لو ينفع يا جماعه لو قدامكم بريد الكتروني تعرضوه لنا على الشاشه، لسه الاقتراحات ممكن تقدم لحد يوم 9 من الشهر الجاري يوم 9 سبتمبر. اي حد من كل جمهور النادي الاهلي عنده مقترح بخصوص مشروع لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي ممكن جدا ان هو يبعت على البريد الالكتروني للنادي الاهلي ويبقى في تواصل، ممكن الاقتراح اللي انت تقدمه يكون متواجد في هذه اللائحه الخاصه بالنادي. وبالمناسبه في بعض البنود اللي كانت متواجده في اللائحه المبدئيه اللي اتعملت من خلال القانونيين ومن خلال بعض مجلس اداره النادي الاهلي بعض الشخصيات،
في تم تعديل بعض البنود الهامه جدا، ده من خلال الاقتراحات اللي وصلت لاداره النادي الاهلي من قبل اعضاء النادي وكل جمهور النادي الاهلي، فبالتالي ده شيء مميز جدا وجزئيه مهمه جدا كان لازم نلفت نظر جمهور النادي الاهلي ليها، وان شاء الله لسه الاقتراحات مستمره ولسه التعديلات وارده في لائحه النظام الاساسي ان شاء الله. التصويت عليها ان شاء الله هيكون يوم 28 من الشهر الجاري. خلينا نقول طبعا ده البريد الالكتروني اللي قدامكم في على الشاشه sharik@alahliegypt.com، اي حد عايز يتواصل، اي حد عايز يقدم اقتراح بخصوص لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي يستطيع من خلال هذا البريد الالكتروني ان هو يبعت اقتراحاته كلها لمجلس اداره النادي الاهلي. لفت اكثر من رائعه بصراحه، والنادي الاهلي سباق في كل شيء زي ما احنا عارفين. نخش بقى في حلقتنا النهارده. النهارده طبعا خلينا اقول لكم ان هيكون معانا ضيف مهم جدا، هو الدكتور عادل كريم الناقد والمحلل الرياضي، وهنتكلم معاه في العديد من الامور في الجزء الثاني من حلقه النهارده. طبعا عايزينكم تتواصلوا معانا من خلال صفحات قناه النادي الاهلي المختلفه سواء على فيسبوك تويتر وانستغرام. طبعا سؤال الحلقه النهارده، هل تؤيد مقترح منح محمد صلاح شاره قياده المنتخب ولا لا؟ جزئيه على فكره مهمه كمان هنتكلم فيها، وهي بخصوص المنتخب بشكل عام وبخصوص كمان الشاره الخاصه بكابتن منتخب مصر خلال الفترات المقبله.